لعبة آية ولعبة جو يا هي بطلة العالم ل 2007 الآن. يا سلام لاحظوا السرعة حاولت اللاعب لعبة الإرسال والسنيات لاحظ السرعة و للعبة لي يا سلام قبل أيام بطولة الرياضة والسلام اللي قامت في دورة قطر يا سلام يا سلام يا يا والآن خسرانين بأربع ثلاث أشواط وأربعة لا شيء أربعة لا شيء أربعة واحد آسف أربعة واحد الآن تفاهم أكثر طبعا يا سلام كرة نقطة تريح الفريق الصيني تعطي راحة نفسية أكثر و تركيز أعلى بيكون نقطة المباراة والميدالية الذهبية وفوز بالضبط وفوز للفريق الصيني في المباراة النهائية لنهائي جراند فاينلز بوتور المقامة في لندن و